واحد بيقول قال الله تبارك اسمه لأبوينا آدم وحواء بعد أن خلقهم مباشرة ووضعهم في جنة عدن، اكثروا واثمروا واملأوا الأرض. فإذا كان مقصود التكاثر هو الإنجاب، فكيف هذا الإنجاب الذي عرفه آدم وحواء بعد أن خرج من الجنة وعرف أنهم عريانان؟ فهل هذا التناقض؟ لا. شوفوا جرال كيب الإصحاح الأول والإصحاح الثاني من سفر التكوين لهما طابع خاص. الإصحاح الأول اتكلم بصفة عامة، حتى كلمة بعد ما خلقهم ووضعهم في الجنة ما جاتش في الجنة في الإصحاح الأول خالص. الإصحاح الأول اتكلم باختصار عن الخليقة كلها في السبعة أيام، وبعد ما اتكلم عن الخليقة كلها في سبعة أيام ابتدى يتكلم بالتفصيل في الإصحاح الثاني. فقال إنه خلق آدم من تراب وإنه نفخ فيه نسمة حياة، دخل في التفصيل، وبعدين وضعه في الجنة وكل ده، وما قالش إنه خلق حواء. وبعد شوية قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، نكون له معين نظيره، وبعدين أوجد حواء. فالإصحاح الثاني عبارة عن تفاصيل للإجمالية الموجودة في الإصحاح الأول. وطبعا عبارة اثمروا واكثروا واملأوا الأرض ما سمعوهاش غير بعد الخطية، لأن في الأول ما كانوش هيفهموا. يعني لو قال لهم اثمروا واكثروا من الأرض هم مش عارفين ازاي يثمروا، كان يبقى كلام مش مفهوم، كلام مش مفهوم. فاعتبر ان الإصحاح الأول إجمالية عمومية، والإصحاح الثاني الدخول في التفاصيل، والإصحاح الثالث فيه سيرة الخطية اللي وقعوا فيها، لكن ما تاخدهاش بالترتيب كده.